سادة مشاهدي قناة الشروق الفضائية، تحية الصحة والعافية إليكم. نحن هنتكلم عن موضوع مهم في طب العيون اللي هو الموية البيضاء أو مرض الساد أو الكاتراك. فهذا من الأمراض الشائعة في طب العيون، وببساطة كده عشان نبسط لأهلنا المشاهدين، هو ببساطة عبارة عن فقدان عدسة العين الداخلية لشفافيتها. مرات ممكن الفقدان ده يكون فقدان جزئي وفقدان تام كامل. المويه البيضاء بتتصنف، ممكن يتولد بها الطفل، بنقول على مويه بيضاء يعني خلقيه، وكان امه مثلا من الناس اللي بيجيها امراض الحصبه الالمانيه ولا امراض الزهري والسيلان وغيره، دي ممكن تتولد بها. دي بيكشفوها، نكشف عليها احنا ناس العيون، ونخلي ناس الاطفال، وحتى عندنا يعني جراحه طب عيون الاطفال هم متقدمين في الحياه دي. في مويه بيضاء طيب عامل العمر 90% طيب عامل العمر، يعني اغلب الناس بعد عمر الستين او السبعين تبدا عدسه العين. اللي بيحصل كالاتي، انه عدسه العين الجوع عباره عن نسيج شفاف. النسيج الشفاف ده كمتلازم عمريه عاديه بعد الاربعين بيضعف في الشوف القريب. في الخمسينات المفروض انه يضعف في الشوف القريب اكثر، ويحتاج المريض لنظاره تصلح الشوف البعيد. لكن اغلب المرضى 90% بعد الستين سنه او السبعين خلاص بيقول لك انا بقيت يا دكتور شايف غمام. شايف غمام دي معناته عدسه العين الداخليه فقدت شفافيتها تماما. فقدان الشفافيه ده نحن بنبدا اول ما طوالي بنعمل لزول اجراء العمليه، هي المويه البيضاء ما عندها علاج الا العمليه، لكن بنبدا نكشف النظر. اذا اخصائي البصريات او فني البصريات قال لي يا دكتور يا اخي العين دي ممكن نظري يتصلح لنسبه كبيره معينه، بنصح المريض انه يتابع بالنظاره لحين ما المويه البيضاء تبقى اكثر كثافه. الدنيا اتطورت في جراحه طب العيون، يعني بيقول الناس ما بيرجوا المويه لما تتحجر او تكفي النهايه، لانه بقت اجهزه المويه الموجات الصوتيه اللي هي الفيكو واجهزه الليزر الجراحي يعني اغنت الناس عن انه يعني يرجوا المويه لما تكفي او تتحجر. فهي في النهايه ما مويه عباره عن فقدان عدسه العين لشفافيتها الداخليه، وهي في الاصل عمليه استبدال عدسه، يعني نشيل العدسه الداخليه الفاقده شفافيتها دي ونزرع عدسه شفافه. زمان الناس بيخيطوا العين ويجرحوا جرحه كبيره وكده، بس دي ما بنضطر الا في حالات نادر، حاله العين تكون متحجره شديد او ضغط العين فيه مشاكل وكده. لكن الشيء الشائع اصل التقنيه بتاعت الفيكو الحمد لله في السودان بقت على مستوى مستشفيات العيون ومستشفى مكه اللي احنا قاعدين فيه هنا، يعني بقت دي تقنيه متطوره جدا وتستعجل المريض انه ينزل للعمل بسرعه وتقلل نسبه الالتهابات المتوقعه. يعني دائما قدر ما الفتحه الصغيرونه كانت افضل من نفتح فتحه كبيره، وبتكفينا حكايه انه الخياط خيوط والكده ما بنحتاج ليها. يعني ما في حاجه اسمها المويه البيضاء ترجع ثاني. اغلب المرضى بيسالونا بيقول لك انا عملت عمليه مويه بيضاء ومويه ترجع الثاني، ما بتكون المويه رجعت، لكن مرات بيحصل عتامه في الكبسوله الخلفيه. اكثر قلنا مسببات المويه البيضاء عامل العمر الشيء الشائع، ثاني الناس اللي عندها امراض مزمنه يعني زي السكري بيجيبها بدري بيخلي شفافيه العين تفقدها، الناس اللي بياخذوا علاجات كيميائيه، الناس اللي بيعملوا غسيل الكلى. في حاجات ظواهر برضه ظهرت يعني ناس في الفتره الاخيره اللي هي برضه الناس اللي بيشتغلوا في يعني زي السماكة المزارعين، لأنه بيتعرضوا لأشعة الشمس المباشرة، مرات انعكاسات الأشعة ممكن تؤدي لفقدان عدسة العين. دي برضه يعني بيجي يوم أول ما المريض يعني يحس بأنه نظره بالذات مع أشعة الشمس بتطشش أكثر، معناته غالبا يكون عنده موية بيضاء، فبيعرض نفسه على أطباء العيون بيفحصوه بالمناظير الأمامية والخلفية. في ظاهرة برضه أستي بقت شائعة، يعني يا ريت نسأل الله السلامة، إنه بعض إخواتنا يعني والبنات في مقتبل العمر يعني لتغيير لون الجلد او لاي عوامل ثانيه بتاع التسمينه وكده بيستخدموا علاجات فيها كورتيزولات. علاجات الكورتيزول الما مرشده والما موصوفه بطبيب ممكن تعمل مشاكل ثانيه، يعني خلاف البدانه او السمنه المفرطه ممكن تعمل ليه فقدان لعدسه العين. يعني حسب بيجونا بنات صغار وشباب في مقتبل العمر الواحد يشوفها ينحدر حتى النظاره بقدر ما بيصلحوا، نجي نكتشف انها غيرت لون جلدها ويعني عملت العلاجات اللي بتغير لون الجلد دي. ونحن بنقول الكلام ده يعني ربنا خلقنا ببشرتنا السمراء وبهويتنا السودانيه، يا ريت الحكايه دي نقدر انه نتواصل يعني نوريهم انه الكلام ده غلط، لانه قاعد يدخل الناس في حسابات ثانيه. فما في علاج للمويه البيضاء خلاف الجراحه، لكن ممكن ناجل حكايه الجراحه لحين ما المويه البيضاء النظارات تكون ما بتصلحها. نتمنى انه الناس تحافظ على عيونها ونتمنى لهم الصحه والعافيه. We'll be right back.
أينما كنتم على الهواء مباشرة صباح الشروق، حناخد فاصل قصير ونعود نتواصل.